من بوابة سيناء جاء قمبيز على رأس جيش فارسي قاصداً غزو مصر عام 525 قبل الميلاد، وتمكن من هزيمة أبسمتيك الثالث في معركة الفرمة لتبدأ مرحلة زوال حكم الفراعنة المصريين. وبعد نحو 3 قرون كان طريق حورس الحربي في سيناء على موعد مع غرباء جدد، فقد زحف جيش الإسكندر الأكبر عبر سيناء لطرد الفرس من مصر. وحين اتجه عمرو بن العاص لفتح مصر وإنقاذ أهلها من اضطهاد الرومان، وصلته رسالة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب تبارك حملته وهو في الطريق بين رفح والعريش. ومن بعده تواصلت هجرات القبائل العربية التي استوطن بعضها سيناء. وفي زمن الحروب الصليبية دخل القائد الصليبي إرناط إلى العريش وقطع أشجار نخيلها ليصنع منه سفن أسطوله البحري، قبل أن يضع صلاح الدين الأيوبي حداً لأطماعهم في معركة حطين. وحين هدد المغول بوابة مصر الشرقية عبر جيش سيف الدين قطز سيناء لوقف زحف جيوش الغزاة في عين جالوت. واهتم السلطان الظاهر بيبرس بتمهيد وتأمين طريق الحج المصري عبر سيناء، وزاده السلطان قنصو الغوري تأميناً بتشييد قلعة نخل. وكلما تبدل الغزاة على سيناء حرصوا جميعاً على تحصينها لإدراكهم خطورة موقعها. فحين انهارت دولة المماليك على يد السلطان العثماني سليم الأول شيد قلعة الطور ورمم قلعة نخل، كما تبعه سليمان القانوني ببناء قلعة العريش. ومع دخول الحملة الفرنسية مصر أراد نابليون بونابرت التوسع وغزو بلاد الشام، فأمر ببناء عدة نقاط حصينة على طريق شمال سيناء وصولاً إلى العريش. ثم يأتي القرن 19 حاملاً معه خارطة جديدة لسيناء تمنحها باليمنى مزيداً من الحضور، وباليسرى تجلب عليها المطامع والشرور.